الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قال قائم مقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي إن الاستثمار في المحافظة يعاني من إشكاليات كبيرة ومعقدة لأن الفرص الموجودة لا تشجع على الاستثمار. وأضاف الحيالي أن هناك قوى متنفذة تفرض سطوتها على ملف الاستثمارات بأشكال متعددة، فضلا عن تعقيدات الدوائر والروتين مع وجود تنافس يدفع المستثمرين إلى التريث في أي خطوات لتفادي الخسائر. وتعاني ديالى من ندرة الفرص الاستثمارية وعزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في المحافظة لتفادي الخسائر المحتملة. قال خبراء اقتصاديون إن القضية الجوهرية لدعم الدينار العراقي تتطلب وجود إنتاجية محلية، وهذا ما يفتقده العراق، فلا يوجد غير الإيرادات النفطية لدعم الدينار. وبما أن أسعار النفط غير ثابتة يؤدي ذلك إلى تغير قيمة الدينار. وأشار الخبراء إلى وجوب أن يكون هناك صندوق توضع فيه ما لا يقل عن 3 إلى 5% من الإيرادات، خصوصا في هذه الظروف التي يرتفع فيها سعر النفط، مؤكدين أنه من الصعب إعادة قيمة الدينار أمام الدولار خلال المرحلة المقبلة، لأن هذا الأمر بحاجة إلى قرار سياسي يتم التوافق عليه من قبل الكتل التي ما زالت مختلفة على تشكيل الحكومة. نفت مصادر صحفية نقلا عن محللين اقتصاديين ادعاء الحكومة الحالية بتحقيق إيرادات غير نفطية وصلت إلى 10% من دخل الموازنة العامة. وطالبت المصادر وزارة المالية بالكشف عن حقيقة هذه النسبة وما هي هذه الواردات غير النفطية في العراق. ورأى محللون اقتصاديون أنه لا توجد هناك شفافية في كشف الحكومة في العراق عن مصادر الإيرادات غير النفطية المضافة إلى الموازنة، معللين ارتباط هذا الأمر بملفات الفساد واستحواذ الجهات المتنفذة على جزء كبير من موارد البلاد. كشف مدير بلدية كربلاء حسن الشريف عن وجود تجاوزات على الأملاك العامة تشهدها المحافظة، وقال الشريف إن عدد سكان المحافظة سيصل في عام 2025 إلى 4.5 مليون، نتيجة الهجرة العشوائية. وأوضح الشريف أن المديرية لديها 26 مشروعا خدميا في مختلف الأحياء السكنية في كربلاء، وهناك مساع لتنفيذها خلال العام الحالي إن تم توفير المخصصات المالية لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها المحافظة. كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق عن ارتفاع استهلاك البنزين في البلاد نحو 25% خلال عام واحد. وقالت الشركة إن قيمة المبيعات اليومية بلغت 30 مليون لتر، في حين أنها بلغت 23 مليون لتر العام الماضي، أي بمعدل زيادة 7 ملايين، وهي نسبة ارتفاع تعادل 23%. ورجح مسؤولون قيام محطات وقود معينة ببيع حصصها من البنزين ومدعومة بأسعار تنافسية خارج البلاد، وهو أمر مرتبط بأزمة المشتقات النفطية بجميع أنواعها في عدد من المحافظات. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، دمتم بخير.